أطايب هذه القهوة جاهزة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. القهوة جاهزة، التمر نفس الشيء، العلوم الغانمة، بس بقى عصير الرمان وبقى الفاصوليا السنوبرية باللحم. أوه. اسمها صعب. حياك الله أبو كريم. الله يحييك. صعب يبارك. الاسم والله صنوبرية، من الصنوبر. من الصنوبر تشبه صنوبر. أيوة. كيفك الصوم؟ والله الحمد لله الامور ماشيه، الحمد لله بخير، والشهر ما شاء الله يعني طال علينا على طول ما شاء الله تبارك الله. اذا بتقدم لنا وبتعرف لنا وش طبخ اليوم؟ عاملين فاصوليا باللحم بطريقه مميزه، وراح نقدم مع انت قلت عصير الرمان، لكن كمان راح نقدمه بدون اي اضافات. يا سلام. كثير بيناسب هذا الشهر الكريم وباي وقت. واذا بقي معنا بنفس الحلقه وقت راح نقدم نوع من خبز المدينه الشريك. الشريك هذا معروف في المدينه المنوره، دائما يفطرون الصائمين فيه في المسجد النبوي نفسه، وجميل ولذيذ جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. بالصحيح. معنا نجم وضيف ودمه خفيف ومتعودين ان نشوفه في المسابقات والالعاب، وكذلك نجم لقناه سمسم، اخونا وحبيبنا محمد المحسن. حياك الله محمد. الله يحييك. يا هلا يا هلا. يا هلا ومرحبا. يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا ومرحبا يا هلا. صيفنا اليوم عليك وطولنا عليك. يا حبيبي كيف حالك؟ طال عمرك. شهوارك طيب. عساك طيب. يا هلا. كيف الحال؟ يا مرحبا. شو اخبارك؟ بخير. طيب منيح؟ انت جهزت الفطور اليوم؟ ان شاء الله بجهز السحور. ايه محمر ما يلعب عليك ابد. كيف حالك طال عمرك؟ الله يسعدك. اول شيء وش حط الله الزينه ومشتاقين جدا جدا لبرامجك وحماسك كذا. يا بعد راسي والله انا سعيد جدا بتواجدي معك ابو عبد الرحمن. نعم. مع الشيف ابو كريم في برنامج طايب، وان شاء الله نطلع بحلقه جميلة مميزه وفطور بطل. بطل. انت تطبخ؟ ايه. وش تطبخ؟ والله شوف يعني بيني وبينك ولا اقرب شوي اقرب شوي مش السماعه. شوف انا بقول لك اللي اطبخه الكبسه المضغوط في الطلعات والروحات والجي. طبعا هذه يا ربي لك الحمد تعلمناها بالكشافه. يا سلام. اجل تعرف الطهي الخلوي؟ ايه. اللي هو البطاطس والدجاج والكوسه. يا سلام. تحطونه في القصر القصدير وتنحط على الجنب. سبق طبخت. ايش اسمه؟ الطهي الخلوي. الطهي الخلوي. أيه. بس كويس هذا يعني صحي. لا صحي ممتاز. دجاج. أيه. بطاطس، بصل. أيه. طماطم، كوسة ويحطونه في قصدير ويلفونه لف على الجمر. يلفلوه يلفلوه بالجمر. ايوه. هذا من الطهي الخلوي اللي ما يحتاج. قد ايش بياخذ وقت؟ ساعتين؟ نص. لا 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 نص ساعة دجاج. والله دجاج خفيف على طول. حلو. شيخ بتسوي مثل واحد من الشباب. أيه. وجاي يبغى يشيك عليه، طبعا ينتفخ القصدير. ينتفخ. أيه. ثم لا ما يصير تغرفه كله بالجمر. يا سلام. ايوه. أيه. في بعض الناس فيه الاناء الجاهز القصيري. أيه. يشتريه يباع فيه ويباع ويغطي. اللي هو الطاجين؟ لا لا ما هو بالطاجين. أيه. هذا طيب في الكشاف. كم لفه قصدير بتلفه؟ يعني حدود ست لفات. ست سبعين. لان بعض الشباب مثل ما قال محمد نشيط، يقدر يحركه يمين يسار، لو انشق اي شقه خفيفه نزل المويه كلها وخربت الدنيا كلها. أيه. راح البخار وراح البخار من الداخل. يا سلام عليه. طيب ان نبي نشيد كذا حماسي والله. ثم شغل العقال والغتره والثوب والكبكات وذا الشغل اللي يلق. انا عندي الخاتم يلق، بس ان جيت اعجل لازم اشيله. يا سلام. نبي منك نشيد كذا ثم نقول يلا الميدان يا حميد. طيب بما ان بدايه الحلقه هو حلو. ابتدي بالحمد لله ونحمده ونثني عليه ونقول ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايه كل خلقه بين يديه. ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايه كل خلقه بين يديه. كان لي
هذا الليل شكوى. أيوة. ببتدي شكوى عليه يا لا 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 لا. والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. عزت لك يا ابو داحم همك الليل الطويل. فقد لك رسم عليك فقد الزود الجميل. الله الله الله. اطلب الله لك جنان واطلب ظل ظليل. يا لا 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 يا لا لا لا. والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. وعزت لك يا ابو كريم همك طبخك اليوم لذيذ. يلا ورينا شو بنسوي. يلا ذوقنا الحين ولا ما ينفع. صح لسانك. الله يسعدك. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. البس الجلافز. ايه؟ والبس حقت هذه وتعال لنا. اشمر الحين. لا لا مو هنا ولا هناك. البس تعال. طيب خلاص يلا فكي دماغك. طيب وش سوينا ابو كريم؟ سوينا طبعا احنا حطينا ملعقتين من السمنه. حلو. البصل. ضفنا الثوم. حلو. ضفنا مكعبات اللحم. ونحن عم نقلب فيهم هلا. رح نضيف الفلفل. الفلفل الاخضر. يا سلام. طبعا الفلفل الاخضر فينا نقلل الكميه. حلو. وفينا ما نحطه اصلا. هذا موضوع اختياري. دائما الوجبه اذا كان فيها اطفال بياخذوها او شيء كثير من الامهات يقولون يعني تصير حاره عليهم سبايسي اكثر فبعضهم ما يستحق. صحيح. معنا احنا بنقول اختياري يعني فينا بس انه طعم طعم او فينا اثناء الطبخ نسحب ناخذ نكهه بسيطه. أيوة. ونسحبه. ممتاز. نعم انا بنقلب فيه ونهون بهذه الطنجره حاطين ميه اللحم. اما الفاصوليا الفاصوليا هي نحن عم نستعملها ما هي معلبه ولا هي مجمله. هذه فاصوليا طازه انها جافه. أيه. كانت جافه. أيه. نقعها 24 ساعه بالمي. لهذا عندنا نص كيلو من الفاصوليا. يعني عندنا 24 ساعه بالمي مع ملعقه كبيره صودا كربونات. بعدين غسلناها وبعدين سلقناها ثلاث ارباع السرقه لان لو دست عليها حتى تلاقيها هشه وفكت على طول. الان بهذه المرحله ننتقل للطبخه الرئيسيه. راح نضيف ملعقتين كبار من معجون الطماطم. هذا الحين مرق اللحم. هو نفس طريقتك اللي تقول اسوي اللي هي الديمي جلاس. ايوه اللي هي حصيله العظم المسلوق والبهارات. ايوه بنستعملها. نعم. طيب. اكب عليها. اكب عليها. طيب اجي اخذها عنك. لا لا لا. لا لا يمشي يمشي بسم. أيوة. الله ما في الا شغل. نصبنا الحين طبابيخ يا ابو. بسم الله ما شاء الله عليك. ما يحتاج. ايوه الان نترك شوي اللحم يستوي بالكامل مع باقي المكونات. وبعدين لما ينضج او قبل ما ينضج شوي بنضيف الفاصوليا وبنضيف لها الكزبره. الكزبره دائما انت تتاخرها. ليش؟ الكزبره لانه لو حطيتها مع هذا بتسود. انا بديها تظل لونها محافظه على اللون الاخضر. حلو. لكن رح نضيف الان البهارات. رح نضيف ملعقه اللي هو الملح الابيض. لا, لا الملح الابيض او الفلفل الابيض. فلفل ملح ابيض. اكيد ملح ابيض. ترى الواحد مع الصوم يعني لك الواحد يقول يسمونها كلجاتي حرف كلجات يعني يسبق حرف على حرف. هالاخضر وشو يا ابو كريم؟ هذا الكزبره. كزبره؟ لا الاخضر هذا 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 نعنع. هذا مش داخل بالوصفه. ايه مو عندنا. هذا نعنع بودر. ايه هذا كزبره بودر. اوكي. يا سلام يا سلام. محمد المحسن ما ادري وين راح. انا اقول له البس الجلافس اللي حط في اليدين والبس هذه. ما ادري وين راح ولا مشى ولا شكله بيكمل ولا هج. لا لا يجي يجي ان شاء الله. اكيد. الان بنغطيها. ايه. وراح نبدا. ما شاء الله اليوم الشيف محمد المحسن هو اللي بيسوي الفطور. يا ميت هلا. انا اقول البس الجلافز بس في ايديك. لبسته كلش؟ ابد. وين لقيت اللبس فيه؟ اليوم جايني متحمس مذهب عمري مسن عموري ابو عبد الرحمن. اليوم مساعد شيف يا جماعه الخير. اي ما شاء الله. ان شاء الله. لا صحيح شلون قد لك ما شاء الله. من يلبسك؟ والله جزاهم الله خير الشباب ما قصروا. ما قصروا بيض الله الله يعافيك. انت من يوم جيت اتفسخ الثوب على طول هنا قلت الرجال داخل ناوي شر. ناوي. ايش رايك؟ نواحق الخليج كم لقطه؟ ما شاء الله. يلا نجلس انا وياك هنا؟
يلا. انا بكمل نشيد الحين معك. لا 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 ما بعد دقيقه ابو كريم تعال معنا. ابو عبد الكريم شوف ابي كنيه شوف انا بقول لك يعني الرمان هذا ايوه كويس لما نعصره طبعا عصير الرمان جيد جدا للجسم مفيد ومفيد طيب وهذه الفاصوليا بنحطها مع اللحم بالضبط يا سلام طيب انت خليك تطبخ وانا ابو كريم هنا ابو كريم تعال خليك بس لا دقيقه بس بعلمك احنا شو القصه لا بنوهج طيب ابو كريم يلا ابو كريم طبعا نسوي ال نشيك الحين مؤشر ريحتها طيبة الله ريحتها طيبة اجلس هنا يا ابو كريم حتى ريحة الفلفل يعني طالعة شوي في اللحم احنا بنشوف ابو محمد طبخه وعلومه الغانمة زين واما ابو كريم فاليوم بالريحة الرجال تعب معنا طول هالشهر وهو اللي بيعطينا الفاصل تفضل مش هذيك الفاصل صغير وبنرجع ما تروحوا لبعيد لحتى نطعميكم او نفرجيكم على طبختنا بشكل نهائي كيف لعبتكم ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان يمتاز الفلفل الأسمر برائحة مميزة بسبب احتوائه على زيوت طيارة مكونة من مركب الفلاندرين والديبتين ويعود سبب مذاقه الحار إلى احتوائه على قلويدات تعرف باسم بيبرين كما أنه يحتوي على النشا والبروتين يعد الفلفل الأسمر فاتحا جيدا للشهية ينشط المعدة ويساعد في عملية هضم الطعام بزيادة إفراز حمض الهيدروكلوريك ويطرد الغازات ويحد من الآلام الناتجة عن المغص المعوي كما أنه يساهم في إزالة الأمراض الصدرية كالرشح ونزلات البرد ويخفض من درجات الحرارة المرتفعة وقد اعتبر الفلفل الأسمر في الطب الشعبي الصيني وصفة جيدة كأفضل مهدئ وأفضل مادة ضد التقيؤ ويوصف لعلاج الإسهال والقيء الناتج عن تسمم الأغذية والكوليرا والديزنتاريا وأمراض البرد كما يستخدم الزيت المستخلص منه خارجيا ضد آلام الروماتيزم وآلام الأسنان ولا يستخدم الزيت داخليا على الإطلاق وقد أثبت العلم الحديث صحة ما جاء به الطب الصيني وتبين أيضا أنه يحتوي على مضادات للأكسدة الفعالة المضادة للبكتيريا والتي وصفت بأنها مثيرة للإعجاب هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان وحن قلبي على الفول والتميس البخاري والمطبق ابو البيض والشفوت اليماني يا لا لا يا لا لا لي ريحة الطبخ تشهي وش وضع الفطور يا ابو كريم وابو عبد الرحمن ما شاء الله عليك الله ريحنا اليوم ما شاء الله عليك اليوم اول مره نريح في رمضان بيض الله وجهك الفطور يا جماعه الخير وش نسوي الحين الان هذا صلصتنا جاهزه ضيف الفاصوليا يا سلام عليك توقعك محله يا سلام عليك بسم الله بسم الله طبعا دائما ابو كريم ما له شيء نقول بسم الله يا جماعه 100% ما تقدر تجيك اليوم والله نجرب ونثبت متعب ضبط الامور بكره ابد ان شاء الله اذا فيه جلسه سحور ولا فيه شيء انها ايوه لا تطبخ معانا ابد نطبخ بعد نضيف عليها ايه حطهم كلهم ما شوف كم واحد ما واحد اثنين ما شاء الله لازم نفطرهم ونشبعهم اي والله بدهم يشبعوا ما شاء الله تبارك الله لك ان شاء الله الطبخه بتصير طعمها طيب حتى لانك حطيت انت اصبعك فيها يا سلام حبيبي. والله شغل بجيك اليوم والله شغل بجيك اليوم اطبخ خلاص ما يحتاج لا لا انا مستمتع جدا اليوم انا بريح شوي الكزبره نجيبها هذه أيوة. الكزبره هذه الكزبره اخر مرحله حلو هذه تزيين الكزبره طبعا معلومه ابو عبد الرحمن سم في الطبخ انا دائما اجيت اطبخ الكبسه عموما في البيت ولا في الطلعه احب شيء اسمه قرع قرع القرع انا سبحان الله ما ادانيه ابد 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 والثويمه احطها كامله
اوه لا 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 القرع ولا اللي يسمونه ذا الجزر وهو مطبوخ يا بالعكس. اي لا والله عاد الجزر اللي جاك على البخاري يوه علاج ودواء. لا الكوسه مقبوله الله يكل النعمه يعني ما خير وبركه، لكن انا سبحان الله القرع اذا عرفت فيه قرع ما مره اطلعه ما لا 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 بالعكس والله انا يعطي حلاوه معناه مفيد وحتى في الطب النبوي مذكور. يا سلام انت وش الاكله اللي تحب؟ لا بك انا سالف انا اليوم بريح انت تطبخ معي. انا بطبخ. انت الحين مكمل ولابس اللبس وش إيه الاكله اللي تحبها دائما ويعني وتستلذ بها؟ والله الاكله اللي احبها صراحه اللي هي المندي. المندي يا سلام. المضبي بعض الاحيان اخذه برضو مع العسل. حلو. بعضهم يقول لك شلون تاكل لحم وعسل؟ تجي هيا تجي. برضو بعض الاحيان تجيني خمات الصبح. إيه؟ اقوم واطلع الصاجه. انا شفت لك في الانستغرام شغله انا ما هضمتها وما ادري وشلون قايله، اللي انك تطبخ رز ودجاج الصبح. في احد ياكل كذا؟ بقول لك والله يعني دجاج مع احترامي وتقديري ما بيض وبيض. لا الجو مره مره يعني دمار مو لا لا انا بقول لك ابو عبد الرحمن بعض الاحيان اشتهي الرز، يعني الشيء اللي اشتهيته الصبح. يعني اندونيسيين معروفين انهم ياكلون الرز الأبيض الصبح. إيه؟ لكن أنت رز ودجاج الصبح هذا اشتهينا وجت شوت طعام ونبي ناكلها ناكل الرز. ذاك اليوم كان ما تغديت رز ذاك اليوم. حلو. طبعا للأسف ما عندنا تنويع في الأكل. صح. وهذا برضو يخليك تاكل وانت على قولتهم تحس انه في ملل. صح. لكن في اشياء بسيطة ممكن تسويها ترفع عن نفسك اول شيء وبرضو تعطيك نفس انك تاكل. صح. اما انك تقعد تاكل نفس الوجبه اوكي. صح. الدجاج بيكون بكره محمر. صح. بكره الدجاج بيكون مثلا مضغوط. صح. وشكل القدر احترق وشكل القدر احترق. والله خلنا شيء ابغى بشكله ما انت راعي سواليف يا محمد اكيد. ها اكيد. لا 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 انا صلحت قهوه. انا صلحت قهوه اليوم بس اني انت تحب القهوه بالشعير ولا شيبه؟ وين البيز؟ وين البيز يا شيخ؟ البيز هات البيز رد البيز وثر البيز 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 البيز. الحاجة هم الاختراع ابو لا لا موجود عندنا موجود اقترب واحد يمكن هناك. ايه الان انت ابو كريم طريقة ممتازة ذي لل ايش كيف تصير؟ ايه شايف؟ الله طبعا دائما نتوهق في قضية الرمان. ايه زين ونبي نتعلم الطريقة. شوف اول شيء نشرحها للمشاهدين ايضا وبرضه نتعلم براس الشوكه. وفي تستعمل عصار لكن الشوكه افضل. بنشيل جزء من حبه الرمان وبعدين الله الله شوف صار طالع ما شاء الله تبارك الله. اذا هذه الطريقه تجيبها من النص. من النص بس شرط ما تكسر او ما تخرم القشره. والله عن نفسي اني بخ يعني خليه حب الرمان مع اللب اللي فيها او شيء. لا ما تضرب اللب اللي فيها. انا بدي اعصرهم انا اصفيهم. حتى اللب ما يعطيك المروره. المروره هي بالقشره الخارجيه هذه. صح. طبعا ابو عبد الرحمن احنا برضو عندنا للاسف قضيه السلطات وما السلطات والشغلات دي في خصوصا في رمضان الناس تنساها. دائما تركز على المقالي وما ادراك ما المقالي، بينما ابو كريم دائما يركز وحتى في احد الحلقات احد ضيوفنا تكلم عن الغذاء الصحي، قضيه الخضره، الباميه، الكوسه، البقدونس، الشغلات هذه ضروريه تكون موجوده. يا سلام فعلا والله اننا نحتاجها وبحاجتها. ورمضان الماضي كان وزني 103. حلو. فسبحان الله رمضان المفروض نستغلها بتنقص الوزن. صحيح. ونستفيد منها اكثر. فسبحان الله اخواني زادوا وانا نقصت. ليش؟ بس كنت على برنامج تمرين و اكل ممتاز. مو باكل بعض الاحيان اكل صحي لكن للاسف كنت والله احرم نفسي للامانه. يعني اللي بيسوي مثلا دايت لازم ينوع في الاكل وينوع في الوجبات ويقلل الكميه وعسى الله يهينا وياه. اللهم امين. نقول فاصل انت تقوله انت. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء فاصل ونرجع لأحلى خطة طعام ونكمل معاكم. هذا البرنامج برعاية رز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق،
مطاعم ماريز، التفرد بالطعم والمكان. من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني. من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها. واليومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بجواء كلها محبة، وتردنا الأوقات عشقنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان، من زمان أحباب. نعم، قصر واحد فيه أكثر من 50,000 منتج. نعم، قصر واحد على مساحة 5,000 متر مربع. نعم، قصر واحد لكل احتياجات المنزل. نعم، هو قصر الأوان. إحدى شركات إبراهيم محمد السيف. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز، الرياض، طريق الملك عبد الله أمام صحارى مول. www.mariz.com.sn. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان، من زمان أحباب. قصر الأواني، جهتك الأولى للتسوق. مطاعم ماريز، التفرد بالطعم والمكان. رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، من بعد هالفاصل نكمل ونواصل مع أحلى طبخة، الفاصوليا الصنوبرية مع اللحم. ما شاء الله عليك، كيف شلون؟ أوه 100%. يعني مقدم وطباخ رحنا فيها أنا وياك أبو كريم. رمان، نحن كنا قبل الفاصل عصرنا 5 حبات رمان. راح نضيف منهم 3 حبات من عصير الليمون عليها يطلع حامض بهالشكل. لا 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 حدا، اوكي، بس بعد الفطور. الله 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 الله، اوكي. بعد ما عصرنا الليمون يا جماعه، ابو عبد الرحمن شكلي بفطر عندكم كل يوم كل يوم. حياك الله حياك الله، ما شاء الله. بس انت اللي تجيب المقاضي وتغسل الصحون. يلا اشتغل 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 بسم الله. عطنا، نبي نشيد، نبي نقول طوط طوط. مشينا على مكة، طبعا هذه احب اقولها دائما بالتعليقات، ودائما ما شاء الله تبارك الصيدين يتفاعلون فيها، متفاعلين فيها جدا. ونقول مشينا على مكة طوط طوط، صلينا وتمرنا طوط طوط، طلبنا رب العباد طوط طوط، يحمي امن بلدنا طوط طوط، مشينا على المدينة طوط طوط، على النبي صلينا طوط طوط، قعدنا ما ملينا طوط طوط، فيها خير وسكينة وسكينة. مشينا على الدمة طوط طوط، طلع ولا بالاحلام يا سلام، والجو فيها تمام تمام تمام. نشوي دجاج وحمام حمام، نشوي دجاج وحمام طوط طوط. نشوي دجاج وحمام، هذه لابو لابو كريم لابو كريم. انا بالطبخ طايب ما شاء الله، احلى طايب. اي والله. الان عصرنا، ضربناهم بهذا الراسه شوي، بنصفيهم. راح نشوف، راح نحصل على عصير ولا اروع ولا اطيب وصحي اكثر من هيك ما في. جميل. الله، عصير الرمان ابو والله مفيد جدا. انا في واحد كان يبيع العصير وذكر فوائد يا اخي، يعني شبه انك ما يعني ما تصدقها، في قضايا الكلى، في قضايا الصحه، في قضايا النظافه، يعني شيء ما شاء الله. ويكفي انه مذكورهم في القران يعني يا رب. الرمان ولذيذ وجيد ومحبذ للناس. اللهم لك. انا ما خسفت احد ما يحب الرمان. انت تحب الرمان؟ لا اكيد، كلنا نحبه، كلنا نحبه. الحين ودي ترى ضبط لي ابشر في الفطور. ها ولا يهمك، لازم من عيونك. طيب محمد، انت في المهرجانات في المسابقات صارت لكم مثلا مواقف معينه، لكم رساله معينه في بعض حفلاتكم في شغلاتكم؟
والله ابو عبد الرحمن ما يخفاك ولا يخفى المشاهدين وابو عبد الكريم معنا ان قضيه المسرح مهمه جدا. وكم مره قد طلعت معك انا في يشهد الله يعني طلعت معي في الجبيل والجبيل والجبيل واكثر من منطقه ما شاء الله تبارك الله يعني الاخ محمد مو في وجهه الله يعني الرسائل التربويه يعني استطاعك انك تدير ما شاء الله المجاميع اللي فيها الصغيرين بكل جداره وبكل مهنيه واحترافيه ما شاء الله الله يسعدك رب يبارك فيك وهذا شيء والله تعلمناه منكم وانتم بيض الله وجهك السابقين لنا في هالمجال برضو يعني للاسف تخفى هذه النقطه عند بعض المقدمين قضية أنك تغذي الأطفال مثلا برسائل إيجابية أغلب المسارح الآن للأسف صارت هزل زين العاد يحترق ده صارت هزل وكل يعني صح صدق صار ما عاد فيه الجانب التربوي أو رسالة تربوية حتى الشخصيات كان شخصيات حتى في اللبس يعني أنت أحيانا تشوف بعض المقدمين في لبسهم في حتى قصات شعرهم في يا سلام عليك أحيانا عباراتهم يجي أعوذ بالله فيها لعن وفيها سب وفيها أنت قاعد تقدم رسائل إيجابية تربوية الناس حاضرين لك سواء في أسواق في منتزهات سبحان يعني الله يعني ما يصح الحد وبالذات يعني مع الأطفال يعني الأطفال تلقاهم يكررون اللي تقوله يا سلام عليك ليش يكررونه لأنهم حبوا الشخص هذا فأنت من يحبونك يشوفونك دائما في الشاشة يتابعونك ومثلا أو تطلع على مسرح اكيد انك قاعد تقدم لهم الترفيه فشيء طبيعي ان الطفل يحب الترفيه فراح صح يحبك صح فانت استغل حب الطفل لك بالشيء اللي انت تسويه يعني دائما نسمع والله جزاكم الله خير يعطيكم الف عافيه مثلا يصير عندك في منطقه مهرجان مده 10 ايام يجيك الوالد او الام تقول بيض الله وجهك والله ولدي صار يسمع الكلام صار ينفذ اشياء كويسه تعدل من سلوكه هذا صح احنا بحاجه له يعني انت احيانا اذا قلنا للجمهور يعني مبسوطين ومستانسين هم يقولوا مثلا ايه صليتوا مع الجماعه ايه يا سلام تحبوا راسمكم وابوكم فبعضهم سالت واحد قلت حضرنا عند واحد ثم تعشينا عنده اللي هو منسق لنا الحفل قال ولدي يقول انك لما قلت تحبوا راسمكم وابوكم يقول ما رفع ايده يقول ليني انا فعلا ما كنت احب راس امي وابوي وما ابغى اقول كلمه الا انا صادق فيها الله يعني ما شاء الله وش هالولد وش هالتربيه وش فيقول حبيت راس امي وابوي ثم رفعت يدي قلت ما شاء الله تبارك الله ابو ما شاء الله كريم معنا دقيقه واحده واحد لك اجل ننكبل هذا يلا العصير جاهز العصير روح الله هذه خمس حبات من الرمان يا سلام وثلاث حبات صغار من الليمون نحصل على كوبين من عصير الرمان مع اضافه بسيطه يعني بنقول اربع معالق من المي بحيث نجفف حب الرمان بشكل جيد من عصيره الان لما تذوقوا الرمان اللي بتلاقيه بعض الاحيان بعض المطاعم او بعض المحلات اللي بتبيع عصير بتلاقيه اغمق من هيك بلون سمائي هو حصيله الصبغه الغذائيه اللي بيحطوه اما الرمان الطبيعي طبعا بعض الاحيان بيكون الرمان نفسه احمر فياخذ اللون يعني. ياخذ اللون لكن هذا اللون الرمان اللي احنا اشتغلنا فيه هذا اللون الطبيعي تبعه طيب ننكب هذه يلا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله 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 اليوم اكلتنا شهيه ولذيذه وصحيه نفس الشيء يا رب تسلم الايادي يا ابو كريم تسلم الايادي والله الايادي يا استاذ محمد الله يسعدك انبسطنا جدا وطارت الحلقه علينا يا حبيبي يعني مو بتقليل في جمهورنا السابق لكن بعض الاشخاص ما شاء الله يعني الله على قولتهم يعني يخمنا بسعة الصدر ويروح الوقت علينا على طول الله يسعدك وراء الله سعيد يبارك. جدا وتواجد برنامج طايب وإن شاء الله أن فطور طيب اليوم بإذن الله علاج. حقيقة مثل ما قال أبو عبد الرحمن وأنا أضيف كلمة صغيرة أو جملة صغيرة أنه فعلا حضورك لبق حتى حديثك شيق وطلتك جميلة وكلك على بعضك حلو إذا أصدقاء محمد المحسن يبشرون بعزيمة اللي هي الفول مع الفول واضح التوهيق في زينة الماني بعايد لا بخليها على هو على طول الفاصوليا الصنوبرية باللحم بيطبخها لزملائه يا بكرة يا بعده أصدقاء اللي يعزونهم اللي يحبون بيشتري قدر هذا كبره وعد ولا مو بعد يوهقنا من الهواء يستاهل يستاهل ويعزمنا ان شاء الله أوه. يعزمنا اذا كنا موجودين عزمنا وما عزمنا شلنا حصتنا على جنب ايوه خلاص عاد جايين ابد والله حياكم الله يبارك اذا الى ان نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك حافظكم الله ومع السلامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته